بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج كل يوم. البلد الحقيقه في وضع مش مريح للجميع. هنحاول النهارده نقدم لحضراتكم وجبه اخباريه دسمه، اهم ما فيها انها مش متحيزه وانها بتعرض الحقيقه بكل ما فيها. حسام اهلا بيك يا امير. أهلاً بيك. مساء الخير عليكم. مساء مش خير قوي للاسف بعد يعني اللي شفناه في ميدان التحرير وفي شارع القصر العيني، وشهداء ومصابين وصلوا ل 500 مصاب و10 شهداء ونساء خلعت غطاء رأسهم الحجاب والنقاب، وسيدات ركلنا بأرجل قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية، وسيدات انتهكت حرمتهن وأجسادهن. والنخوة المصرية للأسف غير موجودة، مجمع العلوم اتحرق، متظاهرين بيتضربوا، قوات من الأمن موجودين. للأسف الوضع لا يبشر بأي خير. كنا نتوقع من السلطات الحاكمة في مصر أنها تكون أكثر عقلانية في إدارة هذه الأزمة، لكن للأسف الصور ما بتكذبش. الصور قدامكم وكلكم شفتوها، واللي بيحصل ده لازم يكون له وقفة. النهاردة معانا الدكتور مسلم شلتوت، عضو المجمع العلمي المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. هنتكلم على خسارة مصر التي لا تقدر بمال، الخسارة التاريخية التي يفوقها خسارة البشر ومهانة وكرامة الإنسان المصري والنساء المصريات في الشارع. الناس أهم بكتير من الكتب، مع أن الكتب مهمة، بس كرامة المصريين أكبر بكتير من أي كتاب ومن أي تاريخ، لأن الشعب هو اللي بيعمل الكتب. الكتب زائلة والتاريخ الناس حافظاه، لكن كرامة المصري على الأرض في الشارع هي اللي هتبقى للمصريين. الفقرة الثانية معانا الأستاذ شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، عشان نتكلم معاه عن الاتهامات اللي صاغها بعض المدنيين الذين قبض عليهم في ميدان التحرير وألقوا بأصابع الاتهام على شريف الروبي باتهامه بأنه بيدفع لهم فلوس عشان يقوموا بعمليات بلطجة إن صح القول داخل ميدان التحرير وشارع مجلس الوزراء شارع قصر العيني. هنعرف أكتر وهنتكلم أكتر عن الأحداث التي يندي لها الجبين. خسارة يا مصر. أعزائنا المشاهدين، يمكن مشهد ربما في بعض الحزن، أكيد حالة من الإحباط ربما بتسيطر على عدد كبير من الشباب وخصوصا دائمي الاتصال بميدان التحرير. خلينا أقول لحضراتكم أن حتى في الفضاء الإلكتروني في حالة من الإحباط، في حالة من اليأس، أجواء حزينة جدا. كان يفترض أن كل ده ما يحصلش. خسارة كبيرة على مختلف الأصعدة فيما يتعلق حتى خسارة معنوية وخسارة مادية، خسارة أدبية لكل الأطراف. ما يحدث يعني الجميع فيه خاسر، لا يوجد مستفيد واحد مما يحدث من الأطراف المصرية الحقيقية والمخلصة. بكرة وردا على كل ما قيل، المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يعقد مؤتمر صحفي بكرة الصبح، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لشرح أبعاد وملابسات الأحداث والأوضاع الحالية. ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب الأحداث التي شهدها مبنى مجلس الوزراء منذ يوم الجمعة الماضي، والتي نتج عنها سقوط عدد من القتلى وعشرات المصابين. المشير طنطاوي كان أصدر أمره، مشير طنطاوي قائد الأعلى للقوات المسلحة أو قائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قام النهاردة بزيارة مفاجأة إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، اللي هو أمر بأن المصابين اللي وصلوا لحوالي 500 بني آدم يتعالجوا فيها على نفقات القوات المسلحة. راح عمل زيارة مفاجأة لمستشفى كوبري القبة وتفقد حالة المصابين في المستشفيات. الراجل مشكور، امر بعلاجهم على نفقه الدوله، بس الاهم ان احنا كنا نوقف الناس دي قبل ما تتصاب. الاهم شاكرين للعلاج، خطوه جميله من السلطات المصريه. كان الاهم ان احنا نوقف نزيف الدم اللي بيحصل لغايه دلوقتي، وهنا واقف قدامكم بتكلم لسه في ناس بتتعور وفي ناس بتموت، زي الشيخ عماد عفت شيخ الازهر، الرجل الازهري اللي توفي يعني من يومين نتيجة طلق ناري كان في ايدينا ان احنا نحميه، زي الدكتور اللي اتقتل وهو في 5 طب عين شمس كان في ايدينا ان احنا نحميه. الستات اللي على الارض، اللي انا لغاية الساعة 7 الصبح امبارح مش قادر انام من كتر ما شفت المنظر والستة على الارض، كان ممكن نحميها. نتمنى ان السلطات تقدر تقف لغاية دلوقتي، تمنع ان يبقى عندنا 500 مصاب تاني ولا 10 شهداء جداد. في ايديكم الحل، يا ريت نسرع بيه.
يمكن في سياق متصل قامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها حول مقر البنك المركزي بشارع قصر النيل بوسط القاهرة. وقال أحد ضباط الأمن في الموقع أن تكثيف التواجد جاء بعد وصول أخبار بنية بلطجية ومشاغبين اقتحام مقر المركز. للأسف لعنت مصر بداء أو عفوا يعني ابتليت مصر بداء المركزية. المنطقة اللي بنتكلم عنها منطقة وسط البلد دي فيها عدد كبير من المؤسسات الحكومية، يعني مجلس الوزراء، وزارة الصحة، المجمع العلمي اللي للأسف حرق، هيئة الطرق والكباري، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجامعة الأمريكية القديمة، جامعة الدول العربية، البنك المركزي المصري مش بعيد. للأسف كل حاجة في مصر، كل مؤسسات مصر موجودة في منطقة وسط البلد. طول الوقت الأنظمة السلطوية اللي تعاقبت على حكم البلاد كانت شديدة المركزية، وعشان كده ده بندفع ثمنه دلوقتي، خصوصا مع انخفاض مستويات التأمين. دلوقتي تواردت أنباء إن ممكن يحصل حاجة في البنك المركزي، وعشان كده مستوى التأمين زاد. مشاهد حزينة، مشاهد سوداء ربما لا نريد أن تتكرر مرة أخرى. في مجموعة من الملاحظات حوالين الأحداث دي هنستعرضها مع حضراتكم، لأن احنا فعلا محتاجين نفكر فيها. قوات الشرطة العسكرية النهاردة يعني المكلفة بتأمين المنشآت ومرافق الدولة بمنطقة شارع مجلس الشعب أو القصر العيني، قبضوا على 164 متهم من العناصر المشاركة في أحداث مجلس الوزراء وإضرام النيران في عدد من المباني، وقد تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. دول المتظاهرين اللي اتهموهم بإشعال الشغب، دول المتظاهرين اللي ممكن يكون من ضمنهم عبودة اللي اتضرب بعد ما كان بيجيب الكرة اللي بيلعب بيها في مجلس الوزراء، وما حدش يقول لي كانوا بيلعبوا ليه كرة في الشارع. كلنا بنلعب كرة في الشارع، كلنا وإحنا صغيرين كنا بنلعب كرة في الشارع. ده زي ما انتوا شايفين الفيديو اللي نزل مع بيان القوات المسلحة، البيان رقم 90 اللي بيقول فيه ان في بعض العناصر اللي وقفت وحرقت المجمع العلمي. ممكن يكون الفيديو ده صحيح، بس خليني انقل لكم صورة اكيد انتوا كلكم شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة من الجهة الاخرى من المجمع العلمي، بعض المدنيين يعني ماشيين وسط ضباط وعساكر الجيش واقفين بيولعوا في المبنى، إذا كان من الخارج أو من الداخل، بس هم واقفين وعساكر الجيش لم تلقي القبض عليهم ولم توقفهم، كما تركتهم قوات الأمن وقوات الجيش باعتلاء أسطح المجمع العلمي ومجلس الشورى، وشخص من القوات المسلحة تبول على المتظاهرين والقوات الأمنية تتركه فوق المبنى بيصطاد المتظاهرين وهم واقفين تحت. لماذا لم تتحرك القوات المسلحة اللي بتحمي حدود مصر في وقف هذا النزيف؟ ليه سابوا الناس تخش تحرق المجمع وهم واقفين حواليهم؟ ليه سابوا الناس تطلع فوق أسطح المباني؟ ده السؤال المهم دلوقتي. لو كان خروج عن السيطرة من القيادات اللي في الشارع فلا بد أن تحاسب، لأن دي نقطة دم مهمة. لو حد من الكبار اللي في البلد ابنه ولا أخوه كان اتصاب كان الوضع هيبقى غير ده خالص. أعزائنا المشاهدين، برضو علشان نكون يعني بنقدم لحضراتكم المعلومة بمختلف جوانبها وفي شقها التحليلي، في 164 واحد اتقبض عليهم. طول الوقت في جدل داير، يعني حضرتك او حضرتك لو ماشيين في الشارع حتى جوه البيت المصري في جدل داير، اللي عند مجلس الوزراء دول بلطجيه، بصوا بيعملوا ايه. في ناس تانية بتطلع ترد وتقول الثوار الحقيقيين معروفين وعمرهم ما يعملوا كده، وهم اللي دافعوا عن المجمع العلمي وبداوا ينقلوا الكتب. الحقيقة ان الرأيين صح، بمعنى ان هناك فعلا عناصر ممن قبض عليهم هم لا ليس لهم اي مطالب سياسية واضحة، هم مجرد مجموعة تم استخدامها بشكل او باخر من قبل جهات او قوى الشر زي ما بنسميها، او فلول او بلطجية او غيره. ولكن هذا لا ينفي حقيقة يجب ان يجمع عليها الجميع، وهذه الحقيقة ان ثمة مطالب سياسية لاصحاب هذا الاعتصام كانت موجودة منذ 3 اسابيع. الاعتصام ده ما كانش اول امبارح ولا من 3 ايام، 3 اسابيع في مطالب سياسية. ولكن سوء اداء وسوء ادارة الازمة، احنا عندنا ازمة في ادارة الازمة، يعني ما فيش اي قدرة على ادارة الأزمة. أدي المشهد، الجيش مع شباب الثورة، وده مشهد الحقيقة أبيض وسط هذه هذه اللقطات السوداء. يظل هذا مشهد ناصع البياض أن هناك ثم التعاون بين شباب الثورة وبين الجيش. اللي عند مجلس الوزراء مش كلهم ثوار، اللي عند مجلس الوزراء مش كلهم بلطجية. في حقيقتين يجب أن نتفق عليهم، في مجموعة من اللي غرر بيهم وتم استخدامهم وهم مش من الثوار في الأصل. خليني أقول لحضراتكم إن إحنا برضو حاولنا نعرف البروفايل أو انتماءات ال 164. كل التقدير والاحترام لأي مهنة، على عيني وراسي وعلى عين وراس أي مصري، ما بنقصدش أي حاجة، بس خلينا نفكر بس شوية. معظم اللي تم اتهامهم من ال 164 يا حسام اللي اتقبض عليهم، عدد كبير منهم عاطل عن العمل،
يعني في مثلا حد ليسانس اداب بعاطل، عدد كبير من العاطل، بالاضافه لمجموعه من اصحاب المهن الحرفيه، يعني فيهم مبيض محاره، حداد، لحام، بائع متجول، عامل حداد وابويات، مراكبي، حلواني، حداد مسلح، عامل خرده، كهربائي، فني تكييف، نجار، صاحب كشك، سمكري، حلاق، سواق توك توك، فني تطريز، صنايعي المونتال، مشرف امن، سباك، نقاش، عامل بورشه، عامل بكافيتيريا، طالب بالتعليم التجاري، طالب بالتعليم الثانوي، ليسانس اداب عاطل، ترزي، عامل رخام، حارس امن، حارس جراج، عامل احذيه، عامل بمصبغه. طبعا كل الاحترام لاي حد بيمارس مهنه شريفه، لكن اللي احنا يعني الهدف من اللي انا بقوله ده او من التحليل الصغير اللي عملناه ده، ان في مجموعات مختلفه وطائف اجتماعيه معينه، في مجموعه خرجت باهداف اهداف ثوريه، اهداف سياسيه، معروف المجموعه دي وليها ممثلين على فكره، يعني ليها، ومجموعه منهم وصلوا للبرلمان، ومنهم زياد العليمي ومصطفى النجار ودكتور عمرو حمزاوي، وفي الطريق مجموعه تانية. يعني عايز اقول ان المطالب السياسيه، فشل التعاطي السياسي مع المساله هو اللي قاد للمأساة اللي احنا شايفينها. طبعا اصحاب هذه المهن على راسنا وعلى عيننا من فوق، ولكن المجموعه اللي راحت ده بياكد ان هم عندهم مشكله اجتماعيه قبل ما يكون عندهم مشكله سياسيه، ان الناس دي تركوا الاطفال الصغيرين اللي راحوا دول، كل الناس بتفكر تهاجم عليهم، تهاجمهم، هم اخطاوا طبعا. دكتور كمال الجنزوري سال في سائر عنده 13 سنه، يعني هو في رئيس وزراء حسام عنده 80 سنه، ما احنا برضه يعني نكون منطقيين يعني يا جماعه، هو مفيش حاجه اسمها سائر عنده 13 او 14 سنه، مفيش حاجه اسمها محدده. الثائر يثور وهو في بطن امه، خالد علاء عبد الفتاح هو ثائر من قبل ما يتولد، كل الثوار المصريين مولودين ثوار، الناس اللي نزلت اللي امير ذكر اعمالهم ومهنهم دي، الناس اللي فعلا اللي هم العمال اللي بيبتدي بيهم الثورات في كل العالم، اللي ابتدت فيهم الثورات ضد تشاوساسكو في رومانيا، اللي ابتدت بيهم الثورات في امريكا اللاتينيه، اللي ابتدت بيهم الثوره البلشفيه في روسيا، الثورات في العالم كله بتبتدي من الايدي العامله. طبعا. العمال اللي وقع عليهم الظلم الاكبر، اللي ما بياكلوش ما بيشربوش، اللي وقع عليهم ضغط اجتماعي ومادي، ما تلومش حد انه مش لاقي ياكل ونازل يتظاهر، اكله وشربه واديله حق في تعليم وصحه، ساعتها هيقعد في بيتهم، هو مش هيضحي بحياته وينزل في عز الضرب ده وينام في الشارع وهو لا ياكل وعنده اولاد مش لاقي يربيهم. تمام، بس برضو دايما خليناش نفصل ما بين المطالب السياسيه اللي كانت للاعتصام وبعد المطالب الاجتماعيه او الضغوط الاجتماعيه زي ما حسام اشار، وهي اللي ربما دفعت هؤلاء للتواجد في ميدان الحدث بغيه التاثير عليه، او ربما تم استخدامهم، كل ده هتكشفه التحقيقات الحقيقيه اللي لازم تتعمل. رفض المتظاهرون بميدان التحرير المبادره التي قام بها عدد من الرموز السياسيه، من بينهم الجنيم الناشط السياسي، ومعتز بالله عبد الفتاح مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق ودكتور العلوم السياسيه، والدكتور عمرو حمزاوي نائب مجلس الشعب واستاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، والناشط السياسي جورج اسحاق لوقف العنف والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش. وقال بعض المتظاهرين لجورج اسحاق: لا نقبل التفاوض الان، دماء 10 شهداء روت ميدان التحرير. يمكن دي لقطات مباشره من ميدان التحرير. على الجانب الآخر من الحياة السياسية المصرية، النهاردة كنا منتظرين بعد طول فترة إعلان نتائج الانتخابات في المرحلة الثانية اللي كانت في 9 محافظات، هي الجيزة وبني سويف ومنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. النتائج أعلنت النهاردة في حدود الساعة 7:30. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بلغت 67% من كل المسموح ليهم، اللي هم 18,579,000 ناخب. الأصوات الصحيحة منهم 11,579,579,000 برضو و407، فيما بلغت الأصوات الباطلة 949,830 صوت. الأصوات الباطلة ما بينهم ناس مش عارفين هيكلة الانتخابات اللي يعني فرضت عليهم لأول مرة، ومنهم بعض الرافضي للانتخابات الذين ذهبوا إلى لجان الاقتراع وأبطلوا أصواتهم بأيديهم. اللي يعني الملفت للنظر أن معظم الدوائر كانت فيها إعادات على المقاعد الفردي، القوائم النسبية ما فيهاش إعادات، الإعادات كانت كتيرة جدا 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 في كل المقاعد الفردية. يمكن من جانب آخر أكد حزب الحرية والعدالة، حزب الأغلبية حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، وجود تدخلات من الهيئة القضائية
محاولة تشويه صورة الانتخابات، ومطالبا اللجنة العليا للانتخابات الإعمال الحقيقي للحكم القضائي بتمكين وكلاء المرشحين من حضور عمليات الرصد والتجميع وإعلان النتائج حتى تغلف الشفافية العملية الانتخابية من كل جوانبها. وأكد في بيان للحزب أنه يتابع بمزيد من القلق ما شهدته عمليات الفرز أو الرصد الانتخابي، الفرز والرصد، الرصد والفرز خلال المرحلة الأولى للانتخابات، الجولة الأولى للمرحلة الثانية، في عدد من الدوائر التي شهدت تغيرات واضحة في أرقام القوائم وخاصة قوائم الحرية والعدالة. الحقيقة اتهام مش مفهوم من حزب الحرية والعدالة، يعني إذا كان الحرية والعدالة هو اللي بيشتكي طب بقية الأحزاب تعمل إيه؟ الحرية والعدالة يعني متفوقين جدا، مش عايز أقول مكتسحين، بس هم قريبين جدا من الاكتساح، ورغم كده يعني حزب الحرية والعدالة يرى أنه يتعرض لنوع ما من الظلم. المؤسف في المسألة أن يتم اتهام القضاء على ما يتحملوه، في رغم كل اللي بيتحملوه ده يتم اتهامهم ان هم في محاولات خاطئه او مخالفات. طيب ماذا عن مخالفات حزب الحريه والعداله نفسه اللي النهارده كل الجرايد وحتى احنا هنا بالصوت والصوره اثناء تغطيتنا لانتخابات المرحله الاولى والثانيه رصدناها لانصار الحريه والعداله؟ الجميع يعلم ان هذه هي التجربه الاولى، والجميع فيها ارتكب تجاوزات ومخالفات. اللجنه العليا لم يكن ادائها يعني هو افضل اداء في التاريخ، ولكنه مقارنه بالامكانيات المتاحه ولانها التجربه الاولى مجهود يذكر فيشكر. زي ما حزب الحريه والعداله نفسه تجربته الاولى فيها كتير من التشوهات والمخالفات، ورغم ده في النهايه كل الاطراف هتعترف بنتائج العمليه الانتخابيه. فاصل ونرجع لاولى فقرات. انا بشتغل وفي بلد بتسرق. لا ما عملوش حاجه جديده، ان الشعب بيحب الشغل تصرف في اختياراته، يعني حكومه جديده على عيننا وعلى راسنا، القرارات كلها مخيبه للامان. معاشات فين هي؟ لازم نستثمر اكتر في السياحه، ان شاء الله ليه ترجع زي ما هي ان شاء الله. ملهاش علاقه بالثوره طبعا، الامان بس في البلد اهم حاجه. يقدر يعمل كل حاجه غصب عننا، لازم نزرع مدنيه اي اصلا. طب هو ده اللي انا عاوزه بس، وشكرا. كل منا جزء من جسد الآخر، ونحن نعيش معا على تراب أرض مصر، لأننا أولاد كلنا آدم وحواء. أنا ما ينفعش إن أنا أكون حسن خلق كمسلم مع المسلمين ومع غير المسلمين سيء الخلق. عشان كده الإنسانية لها قيمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يغالي من تكريم أهل الذمة من اليهود والنصارى. كلما اتفقنا على الأخلاق استحالة أبدا أن يهدم مجتمع. ولاد بلدنا، ولاد بلدنا، ولاد بلدنا، ولاد بلدنا. الفصل ما بين الدين والسياسة. السياسة أنت بتنزل بتعامل مع الناس. الإسلام بيدعو للمحافظة على الآخر. عندي ثقة كبيرة قوي في الشعب المصري. بعد الثورة الامور ما اتغيرتش بصوره جذريه في مصر. في ناس قالت لا للفساد في عز ما النظام كان قوي. حتى اشد الدول الديمقراطيه فيها فساد. مفيش حد عاقل يقول ان قبل الثوره احسن من بعد الثوره. كل مواطن لازم ياخد على عاتقه انه لازم يصحح نفسه. يا رب مصر تبقى احسن بلد في الدنيا. الثقافه بتنعكس على الفنان عموما. هنخترع اكتر، هنبتكر اكتر، هنحب حاجات كتيره اكتر بكتير. في حلول وسط ممكن نوصل لها تخلي البلد دي احسن بلد في العالم. بنقدم اغاني الموسيقى العربيه. ثوره تبدا من جوه مش من بره. احنا نزلنا في الشوارع والميادين لان مفيش اماكن. انا اللي بحب مسات الرئيس ودايما بثقر فيه وبقول ان مسات الرئيس راجع. بحب الموسيقى ان شاء الله مزيكتي توصل للعالم كله. نوصل الرساله احنا عايزين نوصلها في اي اغنيه، محتاجه انها تبقى بالعربي او بلغه الناس يفهموها. ورجعنا لكم تاني أعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. مبنى بني سنة 20 أغسطس سنة 1798، من أكتر من 200 سنة، مبنى مهم جدا هو المجمع العلمي. أنا يعني كحد بيعمل في المجال الإعلامي
مدين باعتذار لحضراتكم. هذا الاعتذار سببه ان احنا مش بنفتكر الحاجة الا بعد ما يحصل لها مصيبة. مبنى زي ده مين كان يعرف عنه؟ ولا حد. ده سؤال مهم، حدش كان يعرف عنه. حضرتك او حضرتك اللي بتشاهدونا كنت تعرفوا المجمع العلمي ده؟ تعرفوا انه فيه 200 الف كتاب؟ تعرفوا انه فيه كمان كفي كتب وموسوعات نادره اتعملت عنها تقارير النهارده، منها تقرير مهم كان اتعمل عندنا في قناه 25 في نشره الاخبار، اطلس كامل باسم مصر. ولا محدش عارف. يعني مكان زي ده الماساه بدات مش ان هو قبل ما يتحرق، ان ناس كتير ما كانتش تعرف عنه. من غير ما اطول على حضراتكم، احنا بيسعدنا ان يكون معانا الدكتور مسلم شلتوت، عضو المجمع العلمي المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. حدش كان يعرف عنه حاجه خالص، تفسيرك؟ ما كانش حد يعرف عنه حاجه خالص الا الناس اللي كانت عارفه قيمته وعارفه المحتويات التاريخية اللي جواه. اللي انا عايز اقوله ان هم بصوا لي كمبنى اثري، لان اي مبنى بيعدي تاريخه 100 سنة بيبقى ده من حق الهيئة العامة للاثار، فتعاملوا معاه كمبنى اثري وليس ان هو بيحوي كنوز من الكتب. هو بيحوي تاريخ مصر العلمي وسنوات التحول في عصر التنوير أيام محمد علي وما قبله، الهزة الكبيرة اللي هي بنسميها الحملة الفرنسية أو الزلزال الكبير اللي اسمه الحملة الفرنسية، اللي كان سبب نقل مصر من دولة في العصور الوسطى إلى دولة حديثة. الحملة الفرنسية الميزة اللي كانت فيها إنها ما كانتش حملة عسكرية استعمارية فقط، ولكن كانت فيها حوالي 3000 عالم من علماء النبات والحيوان والجغرافيا والآثار، وحتى في السكان وفي البدو اللي كانوا عايشين في مصر. حد يتصور إن من 12 كتاب لترجمه أو 12 مجلد فيهم مجلد عن البدو وأصولهم وقبائلهم وكل قبيلة كان فيها كم فارس، ده كلها موجود في الكتب التي ترجمت إلى العربية. فكانت البداية الحملة الفرنسية. وعايز برضو هنا أذكر أن الحملة الفرنسية هي أول من دخلت العلم الحديث لمصر. تمام يا دكتور. أنا كان سؤالي بس يعني طبعا التاريخ ده كله في حاجة كتير جديدة علينا، لكن أنا كان سؤالي إحنا كشباب إحنا كأجيال ليه ما عرفناش عنه؟ ليه ما تم السرد؟ ما عرفتوش لأن اللي كان واسع عليه أو اللي كان يملكه إنسان ما مش على مستوى انه كان يملك هذا. اللي هو مين؟ اللي هو وزارة الثقافة. ان دلوقتي الهيئة العامة للآثار اخدته كمبنى اثري وقالت لك انا ماليش دعوة بالكتب، وده كلامها مظبوط، لكن كان المجلس الاعلى للثقافة مفروض ياخد هذه الكتب ويعمل لها مبنى فخم ومؤمن. ما دكتور مسلم ده السؤال المهم، زي دار الكتب ما عملوا فيها كده، نقلوها من باب الخلق الى كورنيش النيل، وزي ما عملوا في معهد المخطوطات القومي برضو نقلوه ولموا كل المخطوطات في مكان ومؤمن في اطفاء وفي حماية كويسة جدا، او كانوا ينقلوها الى مكتبة اسكندرية. طب يا فندم ليه ما نقلش مش المجمع العلمي يتنقل لعمارة التاجر بجانب السفارة الأمريكية؟ ليه ما نقلتوش الكتب دي معاكم؟ لا احنا ليه الكتب فضلت في المكان القديم؟ احنا كنا في عمارة التاجر اخدنا شقة واحدة. الشقة ديت عشان نعمل فيها الاجتماعات والمؤتمرات بتاعتنا. كان عشان انا اخد 200 الف كتاب وحطهم في شقة فده ما كانش هينفع، لانها لا يمكن كانت هتستوعب. ولا مين اللي اختار الشقه دي؟ يعني ليه ليه كان الاختيار شقه مش مبنى اداري؟ لا يعني لان دلوقتي المجمع الجديد كان منفصل عن المجمع القديم. يعني المجمع الجديد احنا حبينا نحيي المجمع القديم بان المجمع الجديد يبقى ليه اعضاء وليه اكتيفيتي، ليه مؤتمرات وندوات وحاجات زي كده. فده كان الشقه ديت احنا بندفع اشتراك سنوي لهذا المجمع، وفي سكرتير مثلا كان موجود فيه بيديره، ونبقى ندي فيه الندوات بتاعتنا والمؤتمرات بتاعتنا. اللي عايز يرجع لشيء تاريخي
كان يرجع للمجمع القديم، لأن المجمع القديم بعد حوالي 120 سنة من إنشائه وبداية إنشاء الجامعات في مصر زي جامعة القاهرة في العشرينيات من القرن الماضي، وبعدها الجامعات الأخرى ومراكز ومعاهد البحوث، كل واحد قال لك إن أنا عندي المكتبة بتاعتي المستقلة. فتحول هذا المجمع اللي كان في يوم من الأيام مكان للعلماء في القرن التاسع عشر مخزن كتب، وفي شوية موظفين بيديروه. حضرتك آخر مرة دخلته كان إمتى؟ أنا كنت عايز أعمل مقالة عن محمود باشا الفلكي، دخلته من حوالي 5 أو 6 سنوات عشان أكتب المقالة ديت، فعثرت على الكتاب بتاع محمود باشا الفلكي اللي كان مؤلفه في منتصف القرن التسعتاشر، وكتبت المقالة وصورته من الخارج لأن أنا من الداخل ما كانش يعني شيء مفيد ليا، ونزلت المقالة في مجلة العلم. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هذا المجمع كان مفروض يحترم، وهذه كتب تحترم. وفي حتة تانية برضو جنبي اسمها الجمعية الجغرافية المصرية. الجمعية الجغرافية المصرية ديت أعظم من الجمعية الجغرافية الأمريكية، لأنها بتحوي كل اكتشافات منابع النيل في القرن التسعتاشر. إزاي اكتشفوا بحيرة فيكتوريا، وإزاي اكتشفوا بحيرة ألبرت، وإزاي النيل الأبيض اللي جاي من المنطقة الاستوائية، والنيل الأزرق اللي جاي من هضبة أثيوبيا، ده كل هاته موجود داخل الجمعية. الجمعية ديت لازم يحافظ عليها، وإذا كان الإهمال بهذا الشكل تنقل بسرعة إلى أي مكان آخر. إهمال؟ طبعا، لأنك أنت ما يكون عندك مكان زي ده هوت، لازم تكون في قوة مطافي موجودة داخل المربع اللي بنسميه مربع مجلس الشعب والشورى والجمعية. يا دكتور مسلم، مجلس الشورى اتحرق قبل كده في عهد حسني مبارك المخلوع، طب ما كانت جنبي دغري الجمعية الجغرافية، وكان مفروض الناس تتدارك ذلك وتخاف على المجمع العلمي، لكن دول عالم مش كانوش بتوع العلم ولا إحساس بالعلم، دي عالم بتفكر في حاجة تانية. فنيجي نقول انتوا شباب وما كانش حد فيكم يسمع عن البتاع ده إلا من الحريق، طب ما ده تعتبر كان قصور من وزارة من كل الأطراف ومن الشباب نفسه. كان المفروض اتعرف، وكان أنا متأكد إن داخل هذا المبنى لم يكن هناك طفاية حريق واحدة تعمل. للأسف. خليني أذكر لحضرتك حاجة، إن كانت عربيات المطافي أو نقطة المطافي بينها وما بين المبنى حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق من اتجاه وزارة الداخلية في نقطة مطافي قريبة، لكن للأسف لم تتحرك لإطفاء هذا الحريق في حاجة علامة استفهام كبيرة. دي كتب من 200 سنة، يعني هتلاقيها بدأت يعني لو رشتها بالمية وبخراطيم المية هتنعجن. في طرق للتعامل مع المكتبات، انك انت بتستخدم البودرة الكيميائية اللي هي بتعزل الكتب عن الاكسجين بتاع الجو، وبالتالي بتقدر تطفيها. ليه انت استخدمت الطريقة التقليدية وليه انت اتأخرت؟ يمكن سبب التأخير فهو ربما مش عملية مين اللي حرقه، ربما عملية اخرى. ان المطافي والناس اللي هي كانت موجوده رخرة مش عارفه قيمته، وبالتالي هم تبطئوا في انقاذه، هم مجرد مخزن. نقطه اجرائيه بس عندهم. في مساله عربيات المطافي يمكن حاولت تتحرك، ولكن نظرا لفظاعه المشهد وقتها ما بين الاشتباكات كانت لسه دايره ففشلت في الوصول ليه. خلينا اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا اعزائنا المشاهدين على هامش الازمه اللي بتحصل دي، ان مصر من الدول البيروقراطيه القديمه جدا. يعني مصر عندها مثلا مصلحه الكيمياء اللي في شارع رمسيس، مصلحه الكيمياء دي من اوائل المنابر العلم في العالم اللي تخصصت في مجال معرفي محدد ودقيق وهو الكيمياء. الجامعه الجغرافيه زي ما اشار ضيفنا الكريم، المجمع العلمي. مصر دوله قديمه، مصر دوله مهمه. جمعيه النبات، جمعيه الحيوان. كل الحاجات دي هتلاقيها من نهايات القرن التسعتاشر، وكان اللي بانينها واللي عاملينها اجانب، يا اما فرنسيين يا اما انجليز
هم اللي كانوا موجودين للأسف. يعني جزء من نجاح أي شعب على مدار يعني مدار مسيرته الحضارية هو التواصل مع العالم الخارجي، ودي يمكن أحد الحاجات اللي نجحت ثورة 25 يناير في بدايتها، التواصل مع العالم الخارجي. مش كل الأجانب وحشين، ومش كل الأجانب ما بنعرفش نستفيد منهم. التاريخ والتاريخ اللي يعني جزء من تاريخ مصر مرتبط بوجود الجاليات الأجنبية فيها. كمان في نقطة بقى أنا حابب إن احنا نستغل اللي حصل ده بشكل إيجابي. حضرتك شايف إن إزاي يتم تعريف أجيال كبيرة من الشباب تروح الأماكن دي تتعرف على تاريخ بلدها، تبدأ تشوف المراجع العلمية دي، بدل ما الناس قاعدة على القهاوي وبتلعب بلاي ستيشن وبتروح منهم من يتعاطى المخدرات والعاطلين عن العمل. إزاي نرتقي عموما بالفكر، الفكر الشباب تحديدا كفئة فاعلة ومهمة؟ دي بتبدأ يعني أنا شفت كنت في أغسطس الماضي في بون ألمانيا. في ألمانيا يعني في معهد هناك بزوره تقريبا نص شهر كل سنة. يعني الحاجة الغريبة ان انا كل ما اروح احب ان انا اشوف بيت بيتهوفن. بيت بيتهوفن وفي ايام الاحد او السبت بتلاقي عاملين رحلات للاولاد الصغيرة انها تخش وتتفرج على البيت من جوه، او الاولاد يعزفوا في الشارع بره بعض السيمفونيات لبيتهوفن. انا عايز اسال كم رحله راحت لهذا المجمع وعرفت العيال الصغيره ان ده نابليون بناه في سنه 1798، وهذا المجمع العلمي هو اللي نقل مصر من دوله في العصور الوسطى الى دوله حديثه، الى جيش حديث انتصر فيه القائد ابراهيم على الاتراك في معركه انطاكيه داخل تركيا. ونهار أتراك قالوا كيف ينتصر الجيش المصري علينا، كيف ينتصر الفلاحين علينا، لكن كان حصل تغيير كبير. مصر أصبحت دولة حديثة، جيشها بحارب بطريقة حديثة، جيشها معاه معدات حديثة. دي كانت الدولة العظيمة، منارة علم كمان، أول خط سكة حديد، تاني خط سكة حديد في العالم. ديت السكة الحديد دي قصة تانية، لكن أيام محمد علي جاء اليابانيون اللي عشان يتعلموا صب المدافع الكبيرة بعيدة المدى في مصانع الإنتاج الحربي اللي كان عاملها. طيب محمد دكتور علي. مسلم، بعيدا عن التاريخ خلينا نطمن شوية على الواقع اللي حصل. للأسف المجمع قد حرق، والنهاردة منذ ساعات سقط سقف المبنى تهالك، لأن معظم تكوينات المبنى خشبية، فاحنا يعني عايزين بالضبط عايزين يعني نطمن أكتر على محتويات المجمع. من ضمن أهم الكتب اللي موجودة موسوعة وصف مصر اللي قام بترجمتها سليم حسن، دكتور سليم حسن. قال لي من قيمة يومين كان برضو في قناة فضائية، هل الحاجات دي كانت معمول مصورة على مايكروفيش زي الأهرام اللي كان بيعملها؟ فأنا قلت أعتقد، لكن الزميل دلوقتي طمني بأن مجلس دعم القرار، مركز في دعم القرار في مجلس الوزراء، في مجلس الوزراء قال أنه كان مؤرشف إلكترونية. فنقدر نقول إلى حد ما الحمد لله للألفين كتاب، للألفين كتاب، 200,000 كتاب، عفوا 200,000 كتاب. لكن أنا بقول برضو الأصول، الصور لا تغنى عن الأصول. بالطبع الصور لا تغنى عن الأصول، وإلا كنا خلينا المتحف المصري فيه صور، في تماثيل مقلدة وخلاص. لكن احنا بنندم لغاية دلوقتي ان الفرنسيين خدوا اللوحة الأساسية اللي هي بتاعت الزودياك، اللي هي دائرة البروج اللي كانت في معبد دندرة، وحطنا في اللوفر، وحطوا بدلها واحدة جبس موجودة في معبد دندرة لغاية دلوقتي. فالصورة لا تغني طبعا عن الأصل. فكرة عن الكتب التي تم إنقاذها أو الكتب التي ستعالج لأنها طالتها بعد ألسنة الحريق، لأنها تأخذ وقت كبير جدا في عملية الحصر. لا حضرتك عندك فكرة عن الكتب اللي اتحرقت، الكتب اللي جزء منها اتحرق وحتعالج، كما أشار وزير الثقافة في اتصال هاتفي بالراديو مصري امبارح، قال إن في بعض الكتب قد أحرقت بالكامل وبعضها أحرق جزء منه، إن هو حيشرف بنفسه على عملية ترميم هذه الكتب. حضرتك عندك معلومات حول الكتب دي؟ احنا دايما بنلجأ للطريق الصعب بعد ما تحصل المصيبة. طب ما كان من الأول تعمل عملية ترميم للكتب وتنقلها إلى مكان وتحميها كويس أمنيا وضد الحريق. جاي دلوقتي تقول لي أنا
هرمم الكتب والحاجات ديت، ديت انا بعتبرها انها معالجات كلاميه لتهدئه الجماهير، تهدئه الراي العام. تهدئه الراي العام ومفيش لكن كلام فالص كله. يعني القرار كان المفروض يتاخد من 30 40 سنه زي ما انت نقلت لدار الكتب، وزي ما انت نقلت معهد المخطوطات كنت تنقله. اشمعنى بتفكر تنقل المتحف المصري لطريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ كان المفروض ده ينعمل له معهد قيم ويتنقل فيه، لان ده اللي بيحكي تاريخ مصر كيف انتقلت من الجهل الى العلم. تمام. طيب دلوقتي يعني سؤال مهم جدا، حضرتك شايف ان مفيش استراتيجيه واضحه لاداره الازمات في مصر، ده يعني يمكن بعيده شويه عن موضوع المجمع العلمي، بس كان نتكلم اكتر عن فكره اداره الازمه في البلد. يعني لو كان تم التعاطي سياسيا مع مطالب المعتصمين من اكتر من 3 اسابيع، تم الاستجابه ليهم، هل الاعتصام كان هيستمر؟ هل كان هيبقى في فرصه للبلطجيه؟ هل برضه يعني ده انا بتهيألي من 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 السوء بتاع السياسيين اللي موجودين في البلد. يعني لو العمليه دي في فرنسا او المانيا او زي ما حصل في الوول ستريت بتاع امريكا وكان ناس معتصمين حلوا المشكله سواء بالتراضي او شويه بالعنف، لكن في النهايه انحلت وانحلت سلميا، لم يقتل واحد. لكن انك انت تسيب المشكله 3 اسابيع وبعدين تيجي دول، اولا ان اولاد في جميع الاحوال تمنع رئيس الوزراء من انه يخشوا الى المكتب بتاعه، ده اهانه لمصر كلها. طب ما تحصل مع احمد شفيق عشان مبارك يتنحى ونجحت وبدات تصور، ما كانتش اهانه يا دكتور وقت ما كانت مع الدكتور شفيق، مع الجنرال شفيق. لا لا هي مع اي رئيس وزراء لمصر تعتبر اهانه. ما قالوا لها ما كانتش، كان جزء مهم في نجاح الثوره الضغط على حكومة شفيق. النجاح بتاع الثورة ان رأس النظام سقط يوم 11 فبراير. لكن انا بعتبر اذا كنا احنا دلوقتي في مرحلة انتقالية ودية حكومة انقاذ وطني، والجنزوري انا بقول عليه من قيمة 10 سنوات كان رئيس وزراء، ساعة ما كان عمره 65 سنة، الراجل راجع وهو عنده 75 سنة، 77 وعايز يعمل حكومة انقاذ، نقول له شكرا، ما نقعدش على الباب بتاعه ونقول له لا خش من الباب الخلفي. مفيش، مش مصر العظيمه، مش حكومه مصر العظيمه او رئيس مجلس وزراء مصر العظيمه ينعمل فيه كده. فديت غلطه ان العيال تجاوزوا الحدود بتاعته، لازم نقول اللي علينا واللي لينا. انا مع الثوره، العيال حضرتك شايفهم عيال ماشي مع الشباب. أنا مع الثورة، وأنا كنت محرض على الثورة من سنة 97، وكانت جريدة الدستور وجريدة الشعب وجريدة الأفاق، كل الجرائد المعارضة كانت تشهد بذلك. لكن الذي يجب أن يقال يقال. اللي أنا شفته في الآخر ديت عملية مش دكتور مسلم. أنا عايز أسألك سؤال، بما أنك مصري قبل ما تكون عضو بالمجمع العلمي وقبل ما تكون يعني من أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا. طب أسألك سؤال وبعدين تقول لي. لا أنا عايز أقول لك حاجة مهمة. قول لي. طيب أنا مقاتل على جبهة قناة السويس 68 69 70، اللي هي حرب الاستنزاف وبناء حائط الصواريخ، كنت في كتيبة 422 اللي أسقطت الطائرة فانتوم وسكايو. فأنا مقاتل قبل ما أكون أستاذ دكتور. طيب كحضرتك كمقاتل. نعم. وكمصري في المقام الأول. نعم. وكإنسان فوق أن تكون مصري. نعم. هل خسارة الكتب تعادل خسارة البشر وخسارة وموت المصريين أمام مبنى مجلس الشعب وأمام مبنى المجمع العلمي؟ هم العشرة اللي انقتلوا دولي استشهدوا يا فندم. طيب العشرة اللي استشهدوا دولي كانوا بعد حادثة الحريق ولا قبل حادثة الحريق؟ يعني هل انها كانت عملية انتقامية ردا على الحريق؟ فما تقارنش ده بده. يعني ما الاكثر فجاعة؟ في 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 حاجات في البلاد العظيمة ممكن الانسان، مش عايز اقول تعبيرات جامدة، لكن فرنسا لما انسرقت اللوحات بتاعتها كانت عشان النازي بينسحب
وعايز ياخدها يوديها برلين، ان عملت مقاومه شعبيه ان القطار ده ما يطلعش بره حدود فرنسا. ده حصلت مقاومه ومات عدد كبير جدا من الفرنسيين في هذه المقاومه فداء للتراث، في سبيل ان اللوحات بتاعه فرنسا اللي كانت من لوفر وغيرها ما توصلش هنا، فداء للتراث، لان ده اللوحات دي هي فرنسا، فداء للتراث وليس بجانب التراث. اتفضل يا امير. دكتور مسلم شلتوت، عضو المجمع العلمي المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بنشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. مجموعه من النقاط المهمه التي اود ان يعني اوضحها قبل ان ننتهي هذا أو انهي هذه الفقره. اولا يعني ما حدث ان مصر كانت خسارتها كما ذكرت على المستوى الانساني خساره عميقه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كل مصري مات هذه خساره، وكل كتاب وورقه وحرف تم حرقه هذه ايضا خساره. كما ذكرت هذه معركة الجميع فيها خاسرون، بداية من المجلس العسكري ونهاية بالطفل ولا الشاب ولا المراهق اللي كان عنده 12 سنة، مرورا بالبلطجي، وكل الأطراف فيها خسرانين، مفيش فيها حد مستفيد. فاصل ونرجع لآخر فقرات. مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم هاشتاج. القبض على مرشح للشعب بتهمه الاعتداء على ضابط شرطه بالسويس. فيديو كمان عن الاحداث اللي حصلت النهارده. اخر حاجه موجوده على تويتر، مقالات على فيسبوك. فيديو اخر برضو عن بعض ما حدث من قوات الامن المركزي في التحرير، فيه من الدكتور البردعي مرشح الرئاسي. احنا بنحبكم جدا، محدش بيسمع الاندر جراوند، محدش مهتم بيها. احنا عندنا كتير فعلا يعني. صعبه ده. لسه كنت اقول صعب. I like the microphone. حاجة مفرحة قوي. محدش يمسح جرافيتي خالص. خالص يعني. الشعب يريد الحرية. الشعب يريد ما يبقاش في فساد. الشعب يريد يعيش حرية عدالة اجتماعية. الشعب يريد. بشفة رابعة جنس الأرض. المفروض الأمن يستقر من زمان. محتاجين تربية وتعليم. أنا عاوز مدرسة قريبة وأتعلم فيها كويس. ممكن نقوم نولع في نفسنا. ولا يزال الشعب يريد. مهرجان الرقاق، الكفته شوفوا بتغلي ازاي. هنحط ملح فلفل بهارات، هعمل طاجن فريك صعيدي. كل انسان في نفسه سلطان، احسن ناس واجدع ناس في الصعيد. الرز الاصفر ده بسيط قوي، ده اللي واخد على اكلك من بعيد يتعلق لك. صينيه السبيط زي ما احنا شايفين كده، هتحط شويه زيت صغيرين قوي. هنعيش طول عمرنا اخوات وحبايب مهما يحصل. اهلا بيكم مره تانية في الفصل الاخير من كل يوم. زي ما ذكرت في الاول، احنا في اتهامات تعودنا عليها للاسف في الفتره الاخيره، ان 6 ابريل واعضائها بيتهموا بان هم بيؤججوا المشاعر ويؤججوا التظاهرات والاعتصامات ويقومون بتلقي الاموال من الخارج ومنها الى البلطجيه، وربنا يكون في عونهم.
يعني، وربنا يكون في عوننا احنا كمان. المهم يعني اخر اللي طالهم هذه الاتهامات هو الاستاذ شريف الروبي القيادي بحركه 6 ابريل اللي اتقال ان هو قابل شخص من المدنيين اللي قبض عليهم بالامس في ميدان التحرير، وقال ان شريف اداله 100 جنيه وقعد معاه في الخيمه وقال له هتحرس الميدان وهتعمل وهتسوي. خلينا نعرف اكتر من شريف نفسه، هو موجود معانا تشرح لنا بقى اللي حصل. اهلا بيك. اهلا بيك. لا والله انا امبارح كنت مع الناشط احمد رجب في مستشفى الهلال، احد النشطاء بالحركه، كان واخد طلق ناري وكنت قاعد معاه في مستشفى الهلال نطمن على حالته. فوجئت بعده مكالمات تليفونيه من عده اشخاص اصحابي واصدقائي حتى في البلد في القريه بتاعتي، بداوا يتصلوا بيا، اهلي بداوا يتصلوا ويقولوا القناه الاولى جايبه ولد وبيقول ان انا كنت نازل ادور على اخويا عند مجلس الوزراء، فقابلت واحد اسمه شريف الروبي من 6 ابريل قال لي اقعد معانا، سيبك من اخوك واقعد معانا وانا هديك على اليوم 100 جنيه واكل وشرب، هتحرس الميدان وتحرس الاعتصام والادويه. هو كل اللي قاله الشخص ده الكلام ده، ولكن انا الشخص ده انا ما اعرفوش نهائي. منين اللي هجيب 100 جنيه لكل واحد يوميا؟ ازاي؟ منين اصلا؟ انا بقول لو انا معايا فلوس بالطريقه ديت، انا اولا كل اعضاء الحركه الامن الدوله من قبل 25 يناير عارفين انا شغال ايه. تشغل ايه يا شريف؟ انا مشارك حد على محل فطير. انا كنت مسافر برا مصر وكنت قاعد اصلا في ليبيا فتره كبيره وكنت قاعد برا مصر. عندي اخويا بيبعت لي اللي انا عايزه، اخويا مقيم في ليبيا اقامه كامله بقاله اكتر من 12 سنه بيبعت لي اللي انا عايزه. شريف انت منين؟ انا من الفيوم. عامه انت من الفيوم؟ انت مش من سكان القاهره؟ لا مش من سكان القاهره، انا قاعد في الوراق كشغل. ولكن انا بحب اللهجه بتاع القريه بتاعتي و بتاع الفيوم يعني. طب اشمعنى تفتكر يعني ليه انت الاسم اللي طرح؟ يعني يعني ليه اتقال شريف الروبي ما اتقالش حد من الناس اللي طول الوقت معروفين؟ هو عامه ده مرتبط بعده اشياء، ان انا في الانتخابات الاخيره بتاع الحركه مسكت لجنه الموارد والصندوق في الحركه، وده انتشر عبر وسائل الاعلام، ولان الانتخابات ديت اقيمت تحت اشراف قضائي كامل بقيادة المستشار كمال الاسلامبولي والاستاذ محمد الضماطي وخالد ابو قريشه والناس ديت، واتنقلت عبر وسائل الاعلام على الهواء، وكان 25 لها دور في اليوم ده تماما. وجودي في الميدان باستمرار، طلوعي في الاعلام باستمرار من قلب الحدث ومن قلب الميدان، فوجود واحد زي توفيق عكاشة من اسبوعين نشر الكلام ده، قال يعني تحدث بهذا المنطق. ولكن انا ما اعرفش السبب ايه. انا بقول للمجتمع المصري احنا شباب 6 ابريل بجبهتين، كانت الجبهه الديمقراطيه او 6 ابريل جبهه احمد ماهر او شباب من اجل العداله والحريه او شباب كفايه او جمعيه الوطنيه، احنا شباب مصري من اب وام مصريين مقيمين في مصر، مقيمين في ارياف ونجوع وكره مصر، مش مولودين في بقنا معلقه ذهب. احنا بنحب مصر، عايزين العداله الاجتماعيه في مصر، عايزين الحريه والديمقراطيه، عايزين التحول الديمقراطي في مصر. احنا مش عايزين نخرب مصر ولا حياتنا ولا في حياتنا ابدا هنساعد على تخريب مصر، لان مصر دي بلدنا احنا مش بلد حد تاني. شريف من الحاجات المؤسفه جدا اعزائنا المشاهدين ان يتم التقطيع في 6 ابريل بالشكل ده، ومن ناس الحقيقه الجميع يعلم من 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 هم وايه تاريخهم. يعني يعني 6 ابريل دي بتلقى تكريم وفي كل مكان، لسه جائزه سخروف واخدها اسماء محفوظ. نختلف نتفق حوالين الاداء السياسي للشباب دول، ماشي دول شباب بيبتدوا حياتهم، على الاقل هم كانوا اشجع من اجيال كتير فضلت قاعده في بيوتها وساكته ومستكينه وخايفه. يعني ليه طول الوقت بيتعرضوا للحملات والضغوط دي؟ وبعدين شريف انتوا انا فاكر انتوا قدمتوا بلاغ ان انتوا بتطالبوا بالتحقيق معاكم تمام، لو انتوا عندكم خدتوا فلوس من حد او حاجه. الكلام ده حقيقه في 23 يوليو لما طلع اللواء الرويني وقال 6 ابريل مموله ولدينا ولدينا ولدينا، راح الناشط عبد الرحمن عز كان ساعتها عضو في الحركه وتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع شريف الروبي وعمرو عز وطارق الخولي ومحمود سامي فيما نسب اليهم في البيان 69 للواء حسن الرويني او للمجلس العسكري. ولكن الى الان البلاغات دي تقريبا اتحفظت، ما لا نعرف لا نعلم عنها شيء. عبد الرحمن عز ذهب الى النائب العام اكثر من مره للسؤال عن هذه البلاغات ولما تاخذ مسارات طبيعي، كانت لا توجد اجابه لدى الجهات المحققه. طيب شريف، بما انك بقى كنت متهم ان انت جبت الناس عشان يحموا الاعتصام تمام، فانت ليك علاقه اكيد بالاعتصام، ممكن بقى تشرح لنا بقى الموضوع يعني حصل ازاي؟ عبوده اللي كان بيلعب كوره اللي الناس قالت ما يصحش يلعب كوره تمام، طبعا ليه حق يلعب كوره؟
هو يعني بسيطه جدا. قول لي اللي حصل في الاعتصام موضوع تمويل البلطجيه والمولوتوف والكلام ده. انا عايز اقول للشعب المصري وللمصريين عامه كلمه واحده، انا لو معايا فلوس كصندوق 6 ابريل او ممول وبمول البلطجيه، ما كنت مولت حملات الانتخابيه لطارق الخولي وعمر عز وطارق منير اللي هم اعضاء الحركه اللي دخلوا الانتخابات وسقطوا. دول سقطوا بسبب عدم وجود موارد ماديه لتمويل الحمله الانتخابيه بتاعتهم. اذا انا هروح امول بلطجيه عشان يدمروا مصر وانا عندي اعضائي بتاعتي انا اللي المفروض يمثلوني داخل البرلمان؟ انا يعني عقلي مين اللي صدق الكلام ده؟ او كنت جبت بلطجيه وديتهم عند صناديق الاقتراع بالظبط كده، او كنت جبت بلطجيه عند لجان الفرز او كنت لكن سبحان الله، او كنت اجرت شباب يدخلوا يزوروا الانتخابات، كنت اجرت بنات منقبات قعدوا على صناديق الانتخابات صوتوا 15 مره مثلا بالظبط كده. والكلام ده حصل والتجاوزات دي حصلت. ما هو يا شيف دايما احنا في البلد عندنا الضعيف هو اللي اللي بتترمي عليه الاتهامات، زي ما البنت اللي قلعوها هدومها في ميدان التحرير اتقال هو ايه اللي نزلها الميدان بالظبط. في ناس من الشعب كتير بكت على هذه الصوره، وفي جزء اخر قال لك مين اللي نزلها؟ ده كانت متبرجه، بنت كانت لابسه اسدال، ازاي متبرجه؟ انا ما اعرفش. تمام. طب شريف كان نروح نشوف نسمع الاعترافات بتاعت الشخص الخطير اللي قال ان انت بتدي له فلوس، نشوف الاعترافات القناه الاولى ونرجع تاني. شغال انا في حلوان، انا كنت في الاساس نازل ده انا ادور على اخويا ابن بتاع شريف الروبي بتاع 6 ابريل عشان قال لي هتقف معانا امن وكده، وفي الخيمه بتاعته مكتوب هنا يركض شريف الروبي، وقال هديكم 100 جنيه لحضرتك كل واحد وتعرس الادويه وكل حاجه. قلنا له ماشي، وكان بيجيب لنا اكل وشرب. كنت حضرتك بحدف طوبه وماسك عصايه وفيها ولعه. شريف الروبي هو اللي قال لي. يعني حضراتكم شايفين، عايز اقول حاجه برضو، يعني الحقيقه بنت الايام، وطول الوقت التاريخ بكشف الحقائق. ما يعني مشهد زي ده حضر للاسف مجموعه كبيره من الناس هتتفرج عليه هتقول بصوا ادي بتوع 6 ابريل، ادي الثوار اللي بتقولوا عليهم، ويبدا الهجوم اللي بلا حدود. حضراتكم شايفين شريف الروبي بتاع 6 ابريل، طب ما اداش اي تفاصيل عنه، ما اداش اي معلومه عنه، وهنا يركض شريف الروبي. طب ازاي هنا يركض شريف الروبي وهو يعني حاجات الحقيقه يندى لها الجبين ان 6 ابريل بتتعرض طول الوقت، 6 ابريل بتتعرض لحملات زي دي. بس في سؤال بيطرح نفسه مهم جدا، فائده الاعتصام دي كانت ايه؟ يعني بيتقال يا شريف ان خلاص في انتخابات، كمال الجنزوري بقى رئيس وزراء بالامر الواقع، وبقى في شبه اتفاق، خلاص ما كانش ايه لازمه. حزب النور السلفي مثلا كان ده موقفه، ما كانش شايف ان في سبب للاعتصام، هو حزب الحريه والعداله اكبر حزبين في مصر دلوقتي، اكبر حزبين. تمام. ولكن هو احنا اعتصمنا عند مجلس الوزراء كان اعتصام رمزي، وبدليل ان احنا بقيت مجموعات 6 ابريل بجبهتين، كانت الجبهه الديمقراطيه او جبهه احمد ماهر، كنا موجودين في الشوارع بنثقف الناس او بنوعي الناس على ايه اليات الثوره، والثوره كان المفروض ايه نتائجها، وايه اللي وصلت ليه الثوره، وايه اللي بيعمله المجلس العسكري. ولكن ده كان اعتصام رمزي اعتراضا على تولي الدكتور كمال الجنزوري الوزاره، لان اللي ولاه المجلس العسكري، والمجلس العسكري ملوش حق الاعلان الدستوري اللي هو قال لك 6 شهور وهسلم السلطه. اذا بعد 6 شهور بقت 10 شهور وبقى يعين اللي هو عايزه، واحنا لدينا بعض العلامات الاستفهام على الدكتور كمال الجنزوري وحكومته والوزراء اللي جابهم. وكانت الدكتور عمار علي حسن قال كلمه جميله جدا، الدكتور كمال الجنزوري ليه ما خدش من الاخوان اللي هو وزير الصحه؟ هل طب الاخوان، منظومه الاخوان وحزب العداله والحريه لم يفرز الى الان دكتور يقدر يدير وزاره الصحه في المرحله دي؟ بس شريف يعني مع كامل التقدير لوجهه نظرك، بس في وجهه نظر تانية بتقول ان الاسباب اللي انت بتسوقها دي كلها ما حركتش الناس. يعني انتوا فضلتوا معزولين، قله معزوله في الاعتصام، ما حدش انضم لكم، ما انضمش اعداد كبيره، ما تحاولتش المليونيه، ما كانش حتى ليكوا دعم ولو كل يوم جمعه حتى. تمام. ده واقع على عده عوامل، اولها الشرعيه الانتخابيه اللي كانوا بيتكلموا عليها ان الانتخابات وهيفرز برلمان و و و الدعايه او التسويق لسمعه الاعتصام والثوار من قبل التيارات الاسلاميه بان دول ضد الدوله وضد الديمقراطيه وضد الانتخابات ودول عايزين يبوظوا الانتخابات. الجماعات او التيار الاسلامي عامه ما كانش بينشر ان دول شباب بيعترضوا على الدكتور كمال الجنزوري لعده اسباب، لا كان بينشر ان دول بيبوظوا الثوره، دول ملتفين على الثوره، دول عايزين يخربوا. انت شايف قله العدد يا شريف هي اللي خلت السلطات تحاول فض الاعتصام بهذا الصوره المشينه؟ والله هو المجلس العسكري فض اعتصام 8 يوليو بطريقه غريبه جدا. حب في الاعتصام بتاع مجلس الوزراء ده حب يفض بطريقه اخرى، ولكن ما كانش عامل حسابه على عده عواقب.
يعني انا امبارح في احتراق مجمع المجمع العلمي امبارح كانت حاجه غريبه جدا. الشباب ان كانوا بقى شباب صوار او شباب بلطجيه او الشباب كان بينهم وبين المجمع 40 متر. ازاي الدور الثاني ولع والدور الاولاني ما ولعش؟ ازاي الشباك كان مقفول؟ معلش ازاي الشباك كان مقفول والنار طلعت من جوه وهم بيقولوا الصوره اللي ولعت؟ لا لا عيد النقطه دي تاني. يعني انت لو جبت الصوره بتاع المجمع هتلاقي النار طالعه من جوه مش من بره. مش من بره يعني الشباك كان هيبقى الشباك مقفول والنار طيب. ولعه فيه شريف. الشباك مفتوح على مصر. يا جماعه لو الصور موجوده يا ريت دي الصوره. النار جايه من جوه. النار جايه من جوه زي الصوره من الدور الثاني مش من الدور الاولاني. زي الصوره اللي كان فيه ضباط الجيش واقفين قدامهم ناس. دي في الارض اهو. لا 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 هات الدور ديت لا هات الدور الثاني هتلاقيها مختلفه تماما. ومين اللي واقف بيرمي من فوق ده؟ في ناس واقفه. ده ديت بالظبط كده. انا بتساءل قبل الحريق ده بالظبط كده قبل الحريق ده ب 10 دقائق كان في 40 شخص من 40 ل 50 شخص فوق المبنى بيحدفونا. ازاي الناس طلعت فوق وفي الجيش واقف تحت؟ بالظبط كده. وكان في صورة عشان رد على الفيديو بتاع القوات المسلحة اللي كان فيه الناس بتكسر الشبابيك وبترمي ازاز المولوتوف. كان في صورة بترد عليه من الجهة الأخرى من المجمع العلمي عساكر القوات المسلحة وجيش والجيش يا بعد إذنك يا أمير في عناصر من الجيش وعناصر من الشرطة واقفة في الصورة وقدامهم الناس بتولع وعناصر الجيش لم تتدخل وفي الفيديو كان في مصور أجنبي كان في مصور اجنبي بيصور. المصور الاجنبي ده ازاي سابوه اصلا؟ تمام. الاشخاص اللي هم كانوا بيولعوا وقوات الجيش. شريف تعرف الناس دول؟ تعرف الناس لا دول؟ لا الناس دي انا ما اعرفهاش تماما. الاطفال دي انا ما اعرفهاش تماما. طب تفسيرك ايه؟ الواد الصغير ده مثلا بيعمل ايه بالظبط؟ ده انا بسال المجلس العسكري بسال الشرطه العسكريه لما انتوا كنتوا واقفين اللي واقف ده الواد بالزبط. مين الواد ده؟ انا بسال الجهات الامنيه مين الولد ده؟ مين الشباب او البنات اللي انتوا جبتوهم في الفيديو بتاعكم وفي القناه الاولى المصريه امبارح ضد الصوار؟ انا بقول ان منظومه الاعلام المصري لا زالت ماشيه بنظام مبارك بنظام انس الفقي تمام صفوت الشريف. بس في فاكت في يعني في صوره قدامنا في حقيقه يا شريف. تمام. يمكن انا ذكرت في بدايه اللقاء ان فعلا كان في مطالب سياسيه وده اللي انت قلته. تمام. وفي جزء تاني من الحقيقه هو الصوره اللي احنا شايفينها دي. تمام. محتاجه تعليق يعني اكيد محتاجه تفسير. طب انتوا طول الاعتصام ما كانش في عيال صغيره كده بتشوفهم تدخل؟ انت موجود من اول. تماما انا موجود من اول الاعتصام ولا انكر ذلك ولكن الاطفال ديت ما كانتش موجوده في الاعتصام ابدا. كل الصور بما فيهم الولد اللي هو كان طالع يعترف عليا انا ده ويقول ان شريف الروبي اعطاني وهنا يرقص شريف الروبي. على فكره في كلمه نسيها في النص انا مش هقولها دلوقتي على الهواء. في كلمه لا في كلمه مكتوبه في يرقد هنا يرقد شريف الروبي في كلمه في النص هو لو جابها هيبقى حقيقي قاعد معايا. قال لي اذا كانت في كاميرا من كاميرات توفيق عكاشه او الكاميرات اللي هي موجوده على مجلس يعني الوزراء ومجلس الشعب احنا زي ما عرضنا ده يا شريف يا ريت ندور على الصوره اللي من الناحيه الثانيه عشان نبقى عرضنا وجهتين النظر موجوده. دي الصوره بتاعت الناس اللي بتحرق والصوره الثانيه اللي من الناحيه الثانيه عناصر الامن واقفه وما بينهم الناس بتحرق المجمع ولم تتدخل عناصر الامن. بس شريف في سؤال مهم. الناس بتتهمكم يعني الناس بتتهم المعتصمين في يعني تقصد الصورة دي يمكن لا لا في صورة فوتوغرافية موجودة مش عارف لو كنترول هيلاقوها ولا مش هيلاقوها. الناس بتقول بتتهمكم يعني ما انتوا اكيد استفزتوا الامن في بقالكم 3 اسابيع قاعدين. تمام استفزنا الامن زيادة. هل الكلام ده صحيح؟ هل عملتوا اي استفزازات؟ بالظبط احنا بقالنا 3 اسابيع شغالين قاعدين في الميدان قاعدين في الاعتصام. اتفضل قاعدين في الاعتصام لم يحدث اي استفزاز للامن مطلقا. انا بتساءل من يقوم على الشرطه العسكريه كميه الملوتوف وكميه الطوب اللي كانت موجوده جوه مجلس الشعب واتحرق بيها الخيم من الخلف دي جت منين؟ انا اقسم بالله على الهوى شايف ضابط من مجلس الشعب بيرمي الملوتوف بنفسه ماسك الصداده دي وبيجري يجري يرمي الملوتوف على الخيمه ويرجع. ده جزء. ده كان امتى الكلام ده بالظبط؟ ده هو يوم الحدث بالليل. تمام. اولا وتاني حاجه انا في تحليل تاني يعني ليه الساعه 1:30 بالليل. تمام. بدا الاحتكاكات وبداوا يخطفوا الولد عبودي. اسئله مطروحه ومنطقيه. سؤال اخير وبمنتهى الامانه. تمام. احنا استضفنا ضابط قبل كده في حلقه من يومين من داخل مقر مجلس الشعب عشان نعرض وجهتين النظر. قال ان انتوا طول الاعتصام كنتوا بتستفزوهم شتايم للضباط تحرش بيهم محاوله لاستعراض العضلات. بمنتهى الامانه يا شريف هل فعلا
اثناء الاعتصام كان في ممارسات، حتى لو مش من 6 ابريل كان في ممارسات استفزازيه للضباط؟ لم يحدث ذلك. ما كانش لو كان دي مسؤوليه تاريخيه، ده مسؤولية تاريخية. على حاجه اكيد زي طبعا كده. مسؤوليه تاريخيه وعلى مسؤوليه الكلام ده لم يحدث اي استفزاز، لان احنا ومجموعه شباب من اجل العداله والحريه و6 ابريل احمد ماهر وثوره الغضب الثانيه، المجاميع او الحركات السياسيه والمجموعات السياسيه اللي كانت موجوده جوه الاعتصام كانت بتحاول بقدر الامكان عدم اي احتكاك. انا يوم ما بعتوا لنا الاكل المسموم انا لقيت ولد ثلاث اولاد واقفين على طريق شارع القصر العيني وعايزين يقفلوا الشارع. دول تحريات عسكريه تماما. انا قلت لهم طب ما تاجوا انتوا عايزين تقفلوا دي، قالوا رد فعل. قلت لهم ده مش رد فعل، احنا عايزين نسمع نوصل صوتنا للناس اللي يعني بره. يعني انت بتعترف ضمنيا ان كان في اختراق امني للاعتصام؟ اكيد طبعا يعني اكيد طبعا. خلينا اكمل كلامي. فلقيت ولد يعني مقتنع بكلامه، قلت له طب ما تاجي نعمل انا وانت حاجه، هنكتب يافطه ونمسكها ونقف على مشارف الطريق وهنشوف رد الفعل ايه. فكان بالفعل سواء تاكسي وقف في شباب قلنا له الامر 1 2 3 وفي من 70 ل 80 مصاب، و بدا ينعل ويسب في المجلس العسكري والشرطه و و و ده الولد اقتنع بكلامي فرجع. الثاني ما اقتنعش بكلامي، طب ما تقفلش الطريق، بداوا يضربوا اي نور ابن ايمن نور. خلينا نكمل. تمام تمام. ولكن بعدها بدقائق معدوده حصل، كان في خيمه مشبوهه جوه الاعتصام من جوه، طلعناها. واحنا بنطلعها لقيت الثلاث شباب اللي كانوا مصممين يقفلوا الطريق هم مصممين ان الخيمه دي تقع. تمام شريف، يعني بنشكرك شكرا جزيلا شريف الروبي احد قيادات 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه. زي ما قلنا حضراتكم، اذا كان جزء من الحقيقه ان هناك بعض العناصر الخارجه، بعض الاختراقات اللي حصلت للاعتصام، بعض الممارسات السلبيه، لكن الجزء الاخر من الحقيقه انه لم يكن هناك استجابه سياسيه على المستوى من قبل صناع القرار في البلاد، والجزء الثالث من الحقيقه ان كان هناك سوء اداره للازمه، استخدام مفرط للقوه، وأن يعني ما يجعلني أو ما يجعل الكثيرين الحقيقة غاية في الحزن أن المجلس العسكري لا يعترف بأخطائه. يجب أن يكون هؤلاء الناس على مستوى الحدث، يجب أن يخرجوا ويعترفوا أنهم أخطأوا ويعدوا الشعب المصري أنهم سوف يصلحوا هذا الخطأ. ويجب أن يعترف نقطة مهمة. رئيس الوزراء المصري كدكتور كمال الجنزوري الذي عقد مؤتمرا صحفيا وقال فيه أن القوات المسلحة لم تستخدم العنف وبقيت لحراسة المباني ولم تخرج لحراسة أو للجري وراء المتظاهرين. لا، الفيديو موجود والصور موجودة، ومش معقول كل الكم ده ملعوب بيه فوتوشوب أو ملعوب بيه بالكمبيوتر أو بأدوات التجميل الإلكترونية. لا، خرجوا وفي ناس اتصابت وفي كرامة مصريين أهينت. لما احنا نبقى رجالة مصريين وستاتنا يحصل فيهم الكلام ده في الشارع واحنا ساكتين، ما ينفعش. لازم يحاسب المسؤول اللي نفذ ده. يمكن دي يعني ده تحدي دي مهم. دي صراحه تامه لنخوه الرجال المصريين. ده تحدي مهم لدوله القانون. اعزائنا المشاهدين، قبل ما نختم، تحدي مهم لدوله القانون. زي ما في ناس لازم تتحاسب من المدنيين على الاختراقات اللي حصلت وعلى استخدام مولوتوف، يجب ان يحاسب هؤلاء، يجب ان يحاسب من اطلق النار، لان من اطلق النار يجب ان يحاسب. احد التحديات اللي بتواجه السلطات الحاكمه في البلاد ان تجعل عناصرها accountable او محاسبه قضائيا بشكل يثق فيه المصريين. حلقتنا خلصت، بنوعدكم بتغطيات متميزه على قناه 25. مش هنستخدم لقطات عشان نهيج ولا هنحاول ان احنا نلعب على وتر السبق فنجيب حاجات تزيد من جروح حضراتكم، لكن هنعرض لكم الحقيقه. هنسيبكم دلوقتي بعد نهايه البرنامج مع مؤتمر الصحفي للمستشار عبد المعز ابراهيم، الرجل الجميل ذو الابتسامه الجميله، في مؤتمر لاستعراض نتائج الجوله الثانيه. شكرا لكم.